غزالي. غزالي هذه كانت نشوف باش نفهم باش الناس تفهمني ما تفهمنيش غلط. ماذا بيا انا واحد كيعاود الاغنيه تاعي شارف ليا شوف كوي اللي يدير لي كوفر تاع الاغاني تاعي في العالم العربي كامل، سواء جزائري سواء مغربي سواء تونسي سواء من اي بلاد، شارف لينا يشرفني واحد يعاود الاغنيه تاعي. برك هاد الاغنيه غزالي صار عليها مشكل، حنا ما نحينا الاغنيه لحتى واحد، وما ما نقدرش نحي الاغنيه لواحد دار كوفر يشرفني نفرح انا واحد كيدير كوفر، ما نقدرش نحي الاغنيه من يوتيوب ولا برك صار مشكل في هاد الاغنيه، عاودها واحد الفنان منا وباع لي ضروه تما هذيك الاغنيه عاودها وباعها. كي باع الاغنيه لازم اوتوماتيكمون الشركه اللي مسيني معاها انا تنحيها اوتوماتيكمون من تم، وهاد الاغنيه تبلوكات على كاع الناس. هذا ما كان، هذا هو المشكل اللي صرا في هاد الاغنيه في غزالي. هذا ما كان وما كاين حتى مشكل واحد اخر.